مرحبا، أنا اسمي دكتورة كلاريتا. خلال شهر رمضان المبارك كتير ناس بتزورنا في العيادة بتشتكي من مشاكل فموية بحتة، وبتزيد هاي المشاكل خلال هذا الشهر المبارك. اليوم رح أحكي معكم عن هاي المشاكل، ورح أحكي معكم عن حلول المشاكل، ورح أحكي معكم عن فوائد الصيام النفسية والفموية. المشاكل اللي ممكن تواجه فمنا أثناء الصيام، أول مشكلة هي رائحة النفس الغير مستحبة. كتير ناس بيجوا لعنا على عيادة مفكرين إنه هذا الشيء قضاء وقدر وهذا الشيء كتير طبيعي أثناء الصيام، إنما لا، هاي المشكلة بتتفاقم بطريقة كتير كبيرة أثناء وجود التسوسات بقلب الفم. لهيك أول خطوة هي إنه نتجه إلى طبيب الأسنان لنعرف هل صحة الفم عنا جيدة أم بدها بعض العلاجات. ثاني سبب هو قلة إفراز اللعاب للفم. لما بيكون إفراز اللعاب بالفم قليل بتزيد نسبة تكاثر البكتيريا بقلب الفم، هي البكتيريا اللي بتسبب الرائحة الغير مستحبة. لهيك أثناء الصيام أنا بفضل إنه الشخص يتمضمض، هذا طبعا بعد ما بيكون مفرشي أسنانه مرتين يوميا لمدة دقيقتين، وبيكون مستخدم الخيط المخصص للأسنان أو الخيط المائي. لذلك الحل الأمثل أنه الشخص يتمضمض أو يفرش أسنانه أثناء الصيام خلال النهار إذا حس أنه المشكلة تفاقمت عنده. ثاني مشكلة ممكن تواجهنا أثناء الصيام هي مرارة الفم. طبعاً مرارة الفم ممكن تصير بسبب قلات اللعاب، وممكن تصير بسبب التسوسات، وفي إلى سبب آخر اللي هي ستريس والضغوطات. طيب، إنما السبب اللي أنا بشوفه غالباً بيكون موجود اللي هو الارتجاع المريئي، يعني مشكلة لا تخص طبيب الأسنان قد ما بتخص طبيب الباطنية. إذا الشخص اللي بيعاني من مرارة الفم أول شيء يتجه إلى طبيب الأسنان. إذا الطبيب استثنى أو ما لقى أي مشكلة ممكن تسبب مرارة الفم، بالتالي الشخص أو الطبيب أصلاً رح يوجهه إلى طبيب باطني يهتم فيه. ثالث مشكلة ممكن تواجه الشخص اللي هي مشاكل اللثة. خلال شهر رمضان مشاكل اللثة كتير بتزداد، بيصير فيها التهابات، ممكن يصير في تضخم أو تورم باللثة، وخصوصاً الأشخاص اللي بيكون عندهم مرض السكري أو نساء الحوامل، هدول أصلاً نسبة أنه يصير في عندهم تورم باللثة أو التهاب باللثة وبالتالي نزيف اللثة كبير بدون الصيام، فما بالكم مع الصيام. لهيك في فئة الأطباء بيستثنوهم من الصيام خوفاً على صحتهم. تابعوا معي لتعرفوا شو هن الصفات. أول فئة هن المرضى اللي بيعانوا من مشاكل في الأوعية الدموية، أي الناس المعرضين لأنه يصير في عندهم تجلطات. ثاني فئة هن الناس اللي مثل ما قلنا عندهم مرض السكري اللي بيضطروا أنه ياخذوا 4 جرعات من الأنسولين يومياً، هدول غالباً الطبيب بيستثنيهم من الصيام. ثالث فئة هن الناس الكبار بالعمر، خصوصاً اللي عايشين لحالهم، هدول الناس معرضين لأنه يفقدوا الوعي بسبب التعب خلال الصيام أو بسبب الغيبوبة السكرية. طبعاً في بعض الفئات من الناس بينبسطوا خلال شهر رمضان، خصوص الناس اللي بيعانوا من تقرحات فموية بسبب مشاكل في المناعة، غالباً بتكون نقص مناعة، هدول اللي بيصير في عندهم تقرحات فموية متكررة خلال السنة. هدول الناس بالذات نحن بنعالجهم بمراهم أو كريمات موضوعية بتنحط حوالين الفم أو حتى داخل الفم لحتى تخفف من هاي التقرحات أو حتى تخفف من أعراض هاي التقرحات. بس خلال النهار وقت بيشربوا شغلات سخنة، سوائل ساخنة، أو بتناول الطعام، فعالية الكريمات المستخدمة بتقل. لهيك برمضان نسبة لأنه الشخص بيتناول
وجبتين باليوم فقط بيقضي أغلب النهار صايم، هذا الشيء بيفيدهم كثير. المرضى التانيين هن الناس المعرضين للتسوس أكثر من ناس تانيين. هذول الناس غالباً يفضل أنهم يزوروا الطبيب كل 3 شهور، طبيب الأسنان كل 3 شهور. بهذا الشهر تحديداً نسبة لقلة تناول الطعام أو قلة عدد الوجبات خلال اليوم بتقل عندهم نسبة التسوسات، إذ أن التسوسات مربوطة ارتباط وثيق بعدد تناول وجبات الكربوهيدرات خلال اليوم.